مرحبا، شاعر طويل كما نخلة في السماوة، له جرة من أسئلة، عمره طويل كما الماء. هو رئيس تحرير مجلة الأقلام، المدير العام لإدارة الشؤون الثقافية، الأستاذ الشاعر الدكتور عارف الساعدي. مرحبا. شكرا جزيلا. مرحبا دكتور. من كل هذه الأوصاف ما الذي ستبقى؟ إذا يتبقى الشاعر فقط فهو نعمة كبيرة. أوكي. عمره كما الماء. عمر هو الماء. عمره الماء، هذا عنوان مجموعة الثانية اللي صدرت عن دار نخيل عراقي، وهذا من العنوانات اللي تعرف حضرتك النهايات السائبة اللي لا يمكن الإمساك بها. فممكن أن يكون الشعر عمره الماء، ممكن أن يكون البلد عمره الماء، ممكن أن يكون الشاعر أيضا. إذا ما انكسرت جرة الأسئلة يبقى هناك سؤال ليس سائبا، هو من أنت وبماذا تجيب شعرا؟ والله هذا سؤال صعب جدا، يعني من الصعب الإجابة عليه. يعني يسعفك الديوان. لا، هو ممكن أن تلخص بهذه التناقضات التي نمر بها. أنا كل هذا الليل كم متهجد مر بذاكرتي، وكم متهتك أغراني. أنا كل هذا الليل كم متهجد صلى بذاكرتي، وكم متهتك أغراني. ولذا ستحكي الناس أني طينة فيها بقايا الله والشيطان. فيها بقايا الله والشيطان. والشيطان شيطان الشعر. شيطان الشعر، حماقاتنا، خساراتنا، كل هذه تدخل، يعني ما يسمى بالشيطان يتدخل فيها. لذلك يعني من أنت هو سؤال صعب، وصعب الإجابة عليه أيضا. طيب، جرة الأسئلة قارورة؟ جرة الأسئلة هي الجرة اللي نعرفها الموجودة الآن، يعني اللي درسناها بالثاني ابتدائي، جرة الراعي التي انكسرت على رأسه. من كبرنا صارت الجرة على أكتافنا لأنها امتلأت بالأسئلة. وفي أسئلة مخيفة طبعا، وفي أسئلة مقلقة، وفي أسئلة يومية، كل هذه امتلأت، فصار ديوان جرة أسئلة ديوان الثالث. على ذكر اليومية، يعني أنت نلت الماجستير في شعر عدنان الصاغ المألوف اليومي. نعم. في شعر عدنان الصاغ، أي سنة؟ سنة 2006. طيب، ما هو تعريف المألوف واليومي؟ هذا المصطلح نقدي طبعا، هو للقصيدة اليومية التي تتحدث عن الأشياء الهامشية والمنسية والبسيطة التي حولها. طبعا كان الشعر الكلاسيكي يأنف من هذه الأشياء، لا يتناولها باعتبارها يوميات وبسيطة. قل لك هذه مرت في يعني مرحلة الشعر في الفترة المظلمة، ما يسمى فترة المظلمة، كان الشعراء يكتبون عن الأرجيلة، يكتبون عن القلم، يكتبون عن مقهى، ومن ثم اختفى هذا النمط من الشعر. بدأت البلاغة التقليدية الكلاسيكية الفخمة مرورا بداية عصر النهضة إلى حتى هذه اللحظة، شعراء كثر يكتبون بهذه البلاغة ذات الجرس العالي. ظهرت أجيال متعددة، يعني مثلا أنا الآن أشتغل على ديوان أحمد الصافي النجفي. أحمد الصافي النجفي يكتب القصيدة العمودية التقليدية، ولكن فحوى قصائده كلها تتحدث عن اليومي الهامشي المنسي. استثمر هذه التقنية شعراء الجيل الثمانيني على وجه التحديد، الشعراء الذين التحقوا بالحرب العراقية الإيرانية، يتحدثون عن المواضع وعن الجندي وعن الحبيبة التي تنتظر، وعن العمل بالصحافة والجريدة والصعود بالدرج والنزول، وعن اتحاد الأدباء. شكلوا ظاهرة فكانت القصيدة اليومية لهذا الجيل. ولكن أعرف مثلا أن عبد الله بن المعتز مثلا مرة كتب عن البطيخة وعن نعم. الوسادة التي جنبك. تمام. وبطيخة مسكية عسلية، إذا فصلت الأكل كانت أهلة، وإن لم تفصل فهي بدر تمامي. فإذن هي القصيدة اليومية سابقة. مجمل المصطلحات النقدية الحديثة الموجودة الآن لا يعني غيابها بالماضي، يعني وجود غياب المصطلح لا يعني غياب الدلالة. مثلا الآن نتحدث عن التناص اللي هو التداخل الثقافات في القصيدة أو تقاطع النصوص، هل يعني أن أبو تمام ما عنده شعر بتناص وبأسطورة، المتنبي ما عنده، امرؤ القيس؟ بالنتيجة غياب المصطلح لا يعني غياب الدلالة. قطعا موجودة قصيدة يومية في الشعر الجاهلي، وهذا ما ندركه في قصائد عديدة لامرؤ القيس.
يتحدث عن يوميات مع حبيباته في قصائد عديدة للشعراء الأمويين، شعراء العذريين أيضا يتحدثون عن تفاصيل يومية. طبعا إذن هذه وجود قصيدة يومية. هل الحمى قصيدة التي كتبها المتنبي وزائرتي كأن بها حيان فليست تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. تمام. طيب وباتت في عظامي. أوكي. أسأل عن الحمى التي تنتابك وأنت تكتب القصيدة. فعلا يعني كتابة القصيدة هي من يعني كأنما مقولة الفرزدق قلع ضرس أهون علي من كتابة بيت، تنتابني أن يعني بصراحة أقول لك أكون شخص مكروه بكتابة القصيدة. مكروه؟ مكروه. مكروه ولا مكروه؟ مكروه ونحس ومزاج يعني حتى مع العائلة مع الأولاد. من تخرج القصيدة تكتب أحس كأنما هم ثقيل راح عن كاهلي، فما أقدر أوصف لك لحظات كتابة القصيدة من القلق ومن هذا الجرس الذي يبقى يرن في رأسي مدة يوم يومين أسبوع شهر وحمى الكتابة بهذه الطريقة. فالغريب يعني أنه تخرج نصا إنسانيا ولكن أنت تمر بظروف غير إنسانية في كتابة هذا النص. تغرف من بحر أم تنحت في حجر؟ كليهما. لأنه إحنا مع الشاعر الطبع طبعا أن يكون يعني خلص هو اللحظة اللي تخليك تكتب القصيدة، ولكن كل الشعراء بحاجة إلى أن يكونوا صانعين ماهرين، لأنه الطبع لا يستمر أن يكون مغذيا جيدا. أنت تكتب بشاعرية عالية في بداية حياتك ولكن تأتي مرحلة أن يكون عندك عقل للكتابة، أن توازن بين فكرك وقلبك. ولكن فاضل ثامر يقول أنك تستغفله، استغفلته وحسبك على شعراء العمود. أبو رنا الله يطول عمره أستاذ فاضل ثامر كتب في كتابه رهانات شعراء الحداثة فصل كامل عني، وهذا الفصل أخذته ووضعته مقدمة للأعمال الشعرية بعد استئذاني منه. يتحدث عن قصيدة ما لم يقله الرسام، وهي قصيدة عمودية بشكلها، ولكنه يقول أن عارف يستغفلنا، لأنه اشتغال النص الحديث في القصيدة العمودية هو يوهم المتلقي بأنه يكتب شعرا حديثا تفعيلا، ولكن الشكل الأساسي هو العمودي. لذلك يقول أنه عارف يعني كأنما يمرر خطاب الحداثة في قصيدة العمود. وصفك بأنك حداء تحدو. طبعا احنا لا نستغني عن الحداء وعن القراءة، وحتى شعراء الحداثة هم لا يستغنون عن القراءة على المنصات. واحدة من عوامل تواصلنا مع الجمهور هو أن تقرأ وأن تنظر قصيدتك في عيون أصدقائك. الطويل من الحداء، أطالت بلايا أنا سليمة فديتها فعول مفاعل. صح؟ تمام. وهو سيد البحور. تمام. هل تنظم على الطويل؟ أنظم على كل البحور، ولكن هناك بحور أتجاوزها وأتجنبها. اللي هي؟ أكره المنسرح وأكره المديد. ليش؟ مع أنك مديد القامة. مع أني مديد القامة، ولكني لأنه هذا البحر يعني يدعوك أن تكون نظاما، تبدي تضبط أدواتك. أخشى أن تفعيل حرف يطلع منه، شلف هالمصيبة هاي اتركه. اسمعني من حدائك. سأعود إلى النص الذي يتحدث عنه فاضل ثامر. سأقرأ بعض الأبيات منه. رسمت غيما ولم أرسم له مطرا، لكنه كسر اللوحات وانهمرا، وفزز الماء طينا كان مختبئا في لوحتي، ناطرا في صمته المطرا، وكان في الطين حلم لو منحت له وقتا نديا لكانت لوحتي شجرا. على أي لوحة عانيت؟ من هو الرسام؟ الرسام آني وأنت وكل واحد يعيش بهذه اللوحة المؤطرة اللي اسمها العراق. طيب من رسم لك لوحة عمره الماء؟ الفنان منقذ أبو الهيل، فنان عراقي رائع، هو الذي رسم هذه اللوحة. من هو الرسام الذي عانيته في القصيدة؟ يعني هو اللوحة كانت هي الوطن، والرسامين إحنا اللي ممكن أن ننتيه داخل هذه اللوحة، وممكن أحزاننا تخلينا نخرج من هذه اللوحة، ممكن أن فيها تفاصيل يعني يقول
يعني يقول له متى سيرسم الأولاد، يعني هذا النص اللي يتحدث عن أولاد لم يرسموا لم يناموا في اللوحة، وكان يرسم بلدانا ينام بها لأن لوحته مملوءة ضجرا، أطفالها لم يناموا منذ أن رسموا، فهل سيرسم نوما مشبعا وكرا؟ هو صاحب جرة أسئلة، وعندما خفت الأشياء قيل له عد يا صبي إلى طيارة الورق. هو الماكث هنا في بيئة من شجر ظليل يستذكر الصحراء، بيئة الأنبياء. لم يكن يتوقع أن تأخذه القصيدة إلى عوالم مختلفة وتطوف به البلدان والعواصم. هذا الماكث خلف مكتب وثير رئيساً لتحرير مجلة الأقلام، قصائده مجنحة كأنها طائرة من ورق، عبرت به دون تأشيرات بجواز تحويل الأحزان والهموم إلى قصائد يومية. صراخ بحجم الوطن لمن؟ صراخ بحجم الوطن تمام لعدنان، صراخ بحجم الوطن لعدنان. نعم، لعدنان الصايغ، وصراخه الذي انفجر بعد خروجه من العراق. هل تجد يعني انه شاعرية عدنان امتحنت في المنفى ولا؟ انا وجدت بعض المفارقات في شعرية عدنان الصايغ وذكرتها لحضرتك في مرة من المرات. يعني وجدت عدنان الصايغ كتب 6 مجامع أعتقد في بغداد ومن ثم هاجر، كان يكتب بلغة غاية في العذوبة والترافة تحت مرايا لشعرها الطويل وجسر الكوفة، أغنيات على جسر الكوفة، من عناوين مجاميعه إلى عناوين نصوصه إلى القصائد. ولكن بمجرد خروجه من العراق بدأت تظهر في قصائده المخفر الرطب والضابط السيء والحروب والقنابل، وهو وكأنما ذاكرة من المخافر والضباط في رأسه انسالت وانفجرت بمجرد خروجه من الحدود. فأنا عللتها وقتها بأنه عدنان كان يحارب القبح باللغة. تعبط منفى. نعم، هذا ديوان إحدى أعماله الشعرية التي يعني كتبها بعد خروجه من العراق بال93، وممتلئ مثل ما قلت لحضرتك بالضباط والمخافر كل الذي كان يكبته في بغداد في العراق نزفه خارج المنفى. هو كان جنديا منضبطا، كان يتغنى بمعسكر طاس اللوجة. تمام. واكتشفت أنه في السليماني هذا المعسكر. تمام. كتب عنه كثيرا. تمام. هو قلت لك يعني كان يتحدث عن الحروب الملاجئ ولكن بلغة عالية في العذوبة والرقة، وكأنما هناك بديل موضوعي للحرب، أن يحارب القبح بجمال اللغة وبهاء الصورة الشعرية. هذا ما وجدته لدى عدنان الصايغ. طيب أكو بهاء في الصورة لما يقول لبست قاطا ورباطا؟ لا، هي يوميات، هاي طبيعية بالنتيجة. يعني الشاعر ما ملزم أن تكون قصيدته كلها عبارة عن صور شعرية، إنما بناءها ربما يخرج بصورة وما يسمى بصورة الكلية. أعطيني من نموذجا من قاطع ورباط لك. لا، أنا ما عندي لا قاطع ولا رباط بقصائدي. ولا عندك قصيدة حلوة أني تتحدث فيها عن الطيب ابنك الأصغر. ها، أي طبعا هاي تجربة مريت بها أنا ويا الوالد الله يرحمه ويرحم والديه. فأخذت شخصيتي، يعني كنت أخذ الحجي للطبيب، فكأنما أنا بمكان الوالد واللي يسوق مو أنا ابن الطيب، فكانت صديق الوحيد، ولد الصغير هو صديق الوحيد. كل مساء يصعد معي سيارتي، يجلس في المقعد المجاور لي، نجوب محلتنا، نشتري ما نشاء من السوق، نضحك نثرثر، فهو صديق الوحيد. ولكنه سيكبر، كيف لي أن أقنعه بأن لا يكبر؟ كيف لي أن ألهيه في البقاء صغيرا؟
كيف لي أن أشد حبل طفولته بصخرة الزمن المتهاوي، ولكنه سيكبر وسيجد أصدقاء جددا، وسيبدل صديقه القديم، وسيدور بنا الزمان، وأصعد في المقعد المجاور له عندما يأخذ صديقه العجوز إلى المستشفى. سوف لا نضحك ولا نثرثر، وسوف لا يعجبه أي شيء من صديقه الشاعر العجوز سوى أنه كان هذه القصيدة. حلو، هذا يمكن أن يسمى شعر العائلة. هذا طبعا هذا كانت أول قصيدة في من قصائد العائلة، والآن أنا يعني ديوان الجديد الذي لم يطبع بعد في المطبع الآن هو اسمه قصائد العائلة، تتحدث عن همومنا اليومية وحاجاتنا البسيطة مع زوجتي، مع أمي، مع أبي، مع أخواني، مع أصدقائي، أعتبرها كلها عائلة هاي. طيب ألك من قصيدة تهديها إلى بلقيسك زوجتك؟ كتبت يعني من زمان كتبت عن بلقيسي، والآن في قصائد العائلة أيضا نصوص تدخل بها، وهي تلومني مرات تدخل بها من باب الزوجة، يعني اللي نتناكد ونتعارك على الأولاد، بس هي بلقيس التي احتملتني كل هذه السنوات واحتملت حماقاتنا. حلو حلو، خلينا أرجع على نتحدث عن اليومي في شعر يمكن أسبق من هؤلاء جميعا قد يكون موفق محمد. اليوميات يعني اليومي في الشعر العراقي، قلت لك أنا صافي النجفي في العشرينات والثلاثينات كان يكتب القصيدة اليومية ويتحدث عن تفاصيل يومية بسيطة هامشية ولكنها تشكل ظاهرة في شعر أحمد الصافي النجفي. في القرن 19-18 بداياته كانوا يكتبون، قلت لحضرتك، عن المقهى وعن النرجيلة وعن النكات اليومية والأشياء البسيطة جداً، فظهرت بلاغة مختلفة تماماً لدى هؤلاء الشعراء. في العصر الحديث على الأقل في شعر الحداثة، يعني البياتي أوائل من أوائل الذين كتبوا القصيدة اليومية، في السوق القديم مثلاً تحدث عن الجنود، تحدث عن المنافي البسيطة والصراعات اليومية ما بين المتأدلجين، أحزاب ما غيرها، مظاهرات، موجود هذه التفاصيل في شعر البياتي. من ثم ظهر بشكل جيد في شعر موفق محمد، لدى أحمد مطر بعض التفاصيل أيضا في شعر اللافتات، إكزار حنتوش لديه شعر يومي، إلى أن ظهر جيل الثمانينات فصدروا حتى بيان القصيدة اليومية، جيل السبعينات وجيل الثمانينات بيان صدروا أنه هي هاي مستقبل الشعر أن تكون القصيدة اليومية. عبد الرزاق عبد الرحمن كتب عن أظافر، آخر الشهود عليك في يوم القيامة، ما حك جلدك غير ظفرك، قصيدة لطيفة والله، أكيد تذكرها. لا والله ما أتذكر قصيدة عبد الرزاق، بس هو عنده طبعا عنده يعني قصائد مهمة. هذه الأظافر لا تدع منها قلامة، فهي آخر أسئلة الوجود عن القيامة. هذا بانسيكلوبيديا الحب يمكن. يمكن هو كان قرأها والله في نفس المكان. إن شاء الله استرجع لك اياها، بس الموريتانيين عجبتهم كثير لما سمعوها منه. هو يحبونه كثير الموريتانيين. نعم. وشاعر فخم. طيب هناك من شاعر مظلوم يستحق يستدعي أن تقام حوله دراسة وأنت تشرف عليها؟ كتبت آخر مقالة إلي في الشرق الأوسط عن الشعراء شبه مغيبين، وقلت يعني أنا مثلا جيت الجامعة المستنصرية بال95 في قاعة غرفة للشعراء رابطة، في كتب كثيرة، أخذت كتاب واحد اللي هو ديوان الطيب بغديري شاعر تونسي، أخذت الكتاب الديوان أخذت 10 نسخ مسودة نكتب عليها قصائدنا ومحاضراتنا بالحصار، وينك ورق؟ ورا 10 سنين يلا قريت هذا الديوان صدفة، وإذا أنا يعني ظالم نفسي إنه كيف عفت هذا الشاعر ما قريته طيلة هذه الفترة لنصوصه الرائعة والجميلة. فكتبت عن شعراء كثر غيبوا، قسم هم ساهموا بتغييب أنفسهم، فكان حديثي عن شاعر فراس مجيد بوقتها، كنت قرأ ديوان صنعة التماثيل يمكن طابع تدار الشؤون الثقافية، فقرأته وقلت معقولة أنا ما أعرف الرجل فراس، أعرفه صحفي وما أدري عنده هاي النصوص الرائعة، وكتبت عنه دراسة وعن نصوصه أيضا. شعراء كثر من العراقيين مغيبين الآن، قسم هم غيبوا أنفسهم، قسم
ما تواصلوا مع الحياة العامة بمواقع التواصل الاجتماعي، وقسم هو نزعة الشاعر نحو الكفاءة ولا جدوى. عندنا شعراء كثر من أروع ما يكون، ولكنهم لم تمرر يد النقل. عدنان كتب عن نصب الحرية. نعم. انتظريني تحت نصب الحرية. انتظريني تحت نصب الحرية. تدري أجمل من كتب عن نصب الحرية بعد عدنان؟ جواد الحطاب. في بروفايل للريح؟ نعم. آه. جميل كان جميل. والله وصفه حلو. شاعر مهم جواد الحطاب. والله انتظر أن يأتي هنا في محلك إن شاء يستحق الله. يستحق والله، شاعر وتجربة كبيرة في قصيدة النثر، يعني واحد من أجمل شعرائنا. تحياتنا لأبو تبارك. هل الشاعر دكتور عارف حاطب ليل؟ لا طبعا الشاعر من الصعب أن يكون حاطب ليل، لأنه أنت تتعامل مع اللغة، وهذه اللغة تحتاج إلى وعي وإدراك عالي. من ثم سكة الموضوعات التي يتحدث عنها الجاحظ، عليك أن لا تسير على السكة التي سار عليها الأقدمون، على الأقل تنتقي بعض الموضوعات، وانتقاء الموضوعات الجديدة التي ربما تكون بكرا في الكتابة الشعرية، هذا بحاجة إلى وعي، ولا ينفع حاطب الليل في هذه القضية. يا لجينا أوقد النار أنما تهوين قد حار، الديوان ينتظرك أنتقي منه ما تراه يناسب اللحظة. مقطع من مدونة أعرابي. كذب وادعاء هو الموت، فأنا لم أمت بعد، وأنا لن أموت. ولدت بخاصرة في كهوف اليمن قبل 20 عاما من البعثة النبوية. أذكر أني ولدت، وأذكر كيف نصلي ونعبد آلهة من حجر، وكيف نشد النذور على بابهم ونغسل أحلامنا بالمطر. أتذكر أني درجت على تلكم الأرض، وعتقت أدعيتي في الكهوف البعيدة، ثم احتميت بما ظل من خيم الآلهة. شكمت الرؤى العابثات وزجرت خطى تائها. سلام على عدد الآلهة، 30 20 لا أتذكر، لكنهم كثر طيبون. 30 ربا ينامون في غرفة واحدة، 30 ربا على الأمم البائدة، 30 ربا ولكننا أمة واحدة. أترى الشعر فيه نزعة للاتحاد أم للتفرق؟ في الشعر؟ بالنتيجة الشعر هو تجربة فردية، والشاعر ليس واعظا ولا حاكما ولا قاضيا، لم يكن صانعا للجمال بالأساس، أن يأتي الشعر أولا ومن ثم تأتي الأغراض تباعا. الشعر هو صانع جمال فقط، بس هذا صانع جمال لا يخلو من أن يكون عن الوطن أو عن الحبيبة أو عن قضايا اجتماعية أو سياسية، ولكن يفترض أن يكون وظيفة الشعر هو أن عجينتك اللغة، أن تصنع شيئا عظيما داخل هذه اللغة. أنت ميال إلى الطين دائما، ليش؟ هو هذا يعني نزعتنا الأولى، من هو إليه، شكلنا بهذه الأشياء من هذا الطين، فعلينا أن نحترمه وأن نصنع أشياء مهمة من هذا الطين. كلكم لآدم وآدم من تراب. من تراب. أنت ترابي، مائي، هوائي، ناري. لا أنا ترابي. ترابي. نعم ترابي. نعم، ولذلك أنت تمجد آدم في الشعر. بالضبط، أنا كتبت عن آدم باعتبارنا يعني نسخة آدم الموجودة الآن، آدم اللي يعاني من الوحشة والقلق، فكيف بهذا الرجل أن يكون وحده في العالم، أن يعيش وحده في العالم؟ فكتبت آدم، ومن ثم افترضت أن يكون هناك آدم أخير على هذه الأرض، ستختفي الدنيا ويبقى آدم أخير ينادون عليه الناس أن يستعجل، لأنه أجل ميعاد القيامة. فإحنا نسخ آدم المتكررة، ما بين القهر والتعب والفرح والحب في نفس الوقت. من أين خلقت حواء؟ من قصائدنا، من ضلع آدم. هو في مرة هذه الأسطورة تقول من ضلع آدم، مرة كاريكاتير مصري يقول يا ربي خد ضلعي تاني وديني حواء تانية. أترى آدم مقتنع، الشاعر آدم الذي هو أنت مقتنع بامرأة واحدة؟ طبعا نقتنع، غصبا علينا نقتنع بامرأة واحدة، كيف نحن؟ امرأة واحدة لا تكفي فيلم.
هاي امرأة واحدة تكفي فيلم، وعندي عمر واحد لا يكفي قصيدة، أننا بحاجة إلى سنوات أخرى، وكنت أتمنى أن يكون النهار ليس 24 دقيقة اليوم 24 ساعة. أن يكون 48 ساعة، وأن يكون العمر بدل 50 يصير 100، بدل 100 يصير 200، ونتسع بالزمن. عمر واحد لا يكفي لهذه الحياة. إذا عمرت إلى عمر نوح ماذا تصنع؟ لا أصنع شيئا. هو كما قال الجواهري في مذكراته، هناك مثل صيني يقول: ولدوا فتعذبوا فماتوا. عندك قصيدة على نوح؟ عندي الطوفان. الطوفان أسمعها؟ الطوفان ما حافظها، بس هي يعني أنا بالطوفان خذت ابن نوح قناعا، ناديته وخيوط الصوت ترتفع، هل في السفينة يا مولاي متسع؟ ناديتهم كلهم هل في سفينتكم؟ كأنهم سمعوا صوتي وما سمعوا. ورحت أسأله: يا شيخ، قسمة من نجوت وحدك والباقون قد وقعوا، وهل سترتاح؟ هل في العمر طعم ندى وأنت وحدك والصحراء تجتمع؟ أنا صغيرك، أقنعني وخذ بيدي، أم أنت بالموت والطوفان مقتنع؟ الماء يأكل أحداقي وتبصرني، كيف استرحت وعيني ملؤها هلع؟ وهل سترتاح؟ وكيف تصنع هذا الكون ثانية وقد تركت الفتى والموج يصطرع؟ تستمر القصيدة إلى أن تقول له: أنت عفت ابنك وعفت الدنيا كلها حتى تصنع كون لا خوف ولا طمع به هذا الكون، ماذا صنعته؟ وهذه الناس ثانية من كل ليل إلى سوآتهم رجعوا، نحتاجك الآن للطوفان ثانية، فربما نصف طوفان وننتفع، فاصنع سفينتك الأخرى وخذ بيدي، فإنني الآن بالطوفان مقتنع. نقب الناقدون فيما صدر عنه من مدونات، وأجابوا عن جرة أسئلة تعقبها في آخر ما صدر له قصائد العائلة. نمطه الشعري هو اللانمط، ذلك ما شخصه وباركه الناقد في قصيدة الشعر التي مثلها ديوانه الثاني عمره الماء، في منطقة يختلط فيها العرفان بالقلق والتصوف بالتمرد، حيث أطلق أسئلة بوجه المطلق، وكأنه طفل يسأل ولا يريد إجابة، الكل مشغول بالمستقبل ليغيره، بينما هو مشغول ومهموم بتغيير الماضي. يقال أن الله سبحانه وتعالى سأل نوحا: يا أطول الناس عمرا كيف رأيت الدنيا؟ فأجاب: بيت له بابان، كأني دخلت من هذا الباب وخرجت من الباب الآخر. إذن كيف رأيت الدنيا عارف السعدي؟ والله بعدنا يعني احنا ما واصلين الى مرحلة من نضج التجارب ونتحدث عن كيف رأينا الدنيا، ولكن هي الدنيا المشكلة هي اللي شلون تشوفنا. احنا ما زلنا مخابزتنا شمس الحياة الساخنة يوميا ما بين العمل وما بين صراعات العراق السياسية والإدارية والاجتماعية، وإلى الآن ما صافنين على هذا السؤال يا دكتور. ما استطيع الإجابة بشكل واضح كيف رؤيتنا أو كيف رؤيتنا للدنيا نفسها. أنت تعترض على اليومية في القصيدة، أنت من كتاب القصيدة اليومية. لا أستطيع القول بأني من كتاب القصيدة اليومية، ولكن لا تخلو قصائدي من هذه الإشارات اليومية. والديوان الأخير هو اللي قلت لحضرتك بقصائد العائلة، فيه الكثير من اليوميات هذه التفاصيل، ولكن على الأقل ديوان جرة أسئلة ومدونات تتحدث عن يعني بلاغة مختلفة، اللي هي بلاغة السؤال وبلاغة الحديث مع المطلق بشكل واضح دون خطوط اعتدناها، لأن الحوار مع المطلق هو يفتح لك باب من الميثولوجيا ومن الأساطير،
والدين نفسه بأساطيره بحقائقه هو عجينة للكتابة، ما زالت الكثير من الموضوعات تحتاج إلى أكثر من وقفة ومن حديث ومن تساؤل. فكانت جرة أسئلة يعني تدور في هذا الفلك، وكانت مدونات أيضا. نسمع جرة أذن. جرة الأسئلة، المشكلة هو الأسئلة، إحنا نبحث عن الأسئلة في القصيدة ولا نبحث عن الإجابات. الإجابات يعني الطمأنينة، والطمأنينة يعني أن تقتل الأشياء، فنبحث عن أسئلة. أسئلة هي التي تستفز. سؤال، كم سنة درست الأدب الحديث؟ درست الأدب الحديث 7 سنوات. ما هو السؤال الذي يطرحه عليك الطلبة في الجامعة المستنصرية؟ الأسئلة عديدة يطرحها الطلبة طبعا، تتفاوت ما بين مستوياتهم يعني، ولكن عموما هم يسألون ما الحداثة؟ وما الحداثة؟ نصل إلى الحداثة فيستغربون من هذا الموضوع، وإلى الآن لم نقف على مصطلح الحداثة، لأننا لا نمتلك حداثة واحدة، إنما نمتلك حداثات. والحداثة التي عرفناها الآتية من العالم الغربي هو الانقلاب على الكنيسة، ومن ثم الحياة التي تعتمد على العلمانية بشكل واضح وتعتمد على العلم. إلا أننا في العرب يعني أخذنا الحداثة من قطفنا الثمار فقط دون أن نعالج الشأن، يعني الشأن السياسي والاجتماعي. الحداثة الغربية كتبوا نصوص حديثة بعد أن صارعتهم تداول سلمي للسلطة، بعد أن الكنيسة استقرت في مكانها، بعد أن أسس مجتمع مدني، بعد أن وجدت منظمات مجتمع مدني. كل هذا أصبحت ثمار وزرع حقيقي لكي يقطف الكتاب ثمر هذه الحداثة من خلال النصوص. إحنا كيف تكتب حداثة وأنت ما زالت أنساقك بدوية وقروية؟ وأنت شاعر حدائي. هذا لا علاقة له الحداء. ما هو شعراء الحداثة يصرون على القراءة على المنصة، يحدون. الحداء يعني مرتبط بالروح، مرتبط بحزن القصيدة. وأنت منبري يا سيدي، أنا كنت مرة وياك مشاعر مهرجان المتنبي بواسط، تمام. وكنت منبريا وما زلت، وهي يعني المنبر ليس عيبا، يعني بالنتيجة إحنا الآن على منبر، هذا منبر. إذن يضرك الجلوس وأنت بهذه القامة. هذا الكتاب منبر. آه. هذا الكتاب هو منبر. نعم. ولكن المنابر تتعدد. الآن هذا التليفون هو منبر، صفحتك على الفيسبوك وعلى تويتر هي منابر، ولكن المنابر تتعدد وتتحدث. يعني من منبر يصعدون على يعني فتشي عالي في عكاظ، إلى صار مكان خشب وبصوت وبسماعة ومايك، إلى صار مدونة شخصية، وممكن الأيام الجاية متى ما نعرف شنو اللي راح ينصنع لنا. فكل هذه يعتقد منابر على الشعر أن يستثمرها بشكل جيد، يستثمرها في خدمة الشعر، أن يكتب شعرا جيدا أولا ومن ثم يسوق من خلال هذه المنابر، لا أن يكتب شعرا سيئا وتسوقه المنابر على أنه. لماذا تكتب الشعر أنت؟ ما أعرف. أنا يعني هذا السؤال هو مرتبط بالهوية، لماذا أنت موجود؟ أنا أكتب الشعر لأنه لا أعرف مهنة غير هذا الشعر، غير هذه الكتابة. ولكن الشعر هو الذي جعلك رئيسا لتحرير مجلة الأقلام. الشعر هو الذي أدخلني الجامعة المستنصرية وكملت الدكتوراه ودرست ودخلت اللغة العربية. الشعر هو الذي خلاني رئيس تحرير أقلام، وخلاني مدير عام دار الشؤون الثقافية، وخلاني قاعد وياك هسه بأطراف الحديث. أتدري ماذا قال درويش؟ ماذا قال؟ قال: إذا أردت أن تكون شاعرا فكن عراقيا. فكن عراقيا لتصبح شاعرا يا صاحبي. صح. يعني على هذه المقولة، ألسنا فخورين أن يكون من بيننا مثلا بدر وشاذل ونازك؟ قطعا. أنا يعني كل جولاتنا العربية يتحدثون عن العراق باعتباره يعني بوابة الحداثة العربية في الشعر، هو طبعا مصدر اعتزازنا، دائما تصدر الموجات التحديث من العراق. ولكن في نفس الوقت ربما هذا يعني ليس جزءا من يعني ربما جزء من مصايبنا انه كثره الشعراء لدينا. تدري هل كان السياب خداعا لانه جعل من بويب شلالا؟ مره يتحدث، استضفنا الشاعر محمد علي شمس الدين في بغداد، شاعر اللبناني الكبير. فكنت انا مقدم الجلسه، فبعدين اتحدث عن رحلت للعراق من كان شاب بال 71 بالمربد. يقول: جئت إلى البصرة في 71
وفي رأسي وليس في رأسي إلا شيئان، أن أرى شباك وفيقة وأرى نهر بويب العظيم. يقول أخذونا ثاني يوم في البصرة إلى جيكور، فوجدت نهر بويب العظيم عبارة عن خيط ناشف من الماء بين النخيل، وشباك وفيقة عبارة عن ثقب في جدار. فعلمت لحظتها أن الأنهار يبتكرها الشعراء وأن المدن يؤثثها الخيال. السياب لم يخدعنا، السياب صنع عالما موازيا من خلال خياله وقصائده، وإلا لا قيمة للأنهار بدون الشعراء. الشعراء هم الذين يصنعون هذه الأنهار ويصنعون عالما موازيا للعالم للخراب الذي نعيشه. شكرا للسياب لأنه صنع لنا نهرا هو شبه مختفي. طيب هل زرت بردا؟ زرت بردا طبعا. ألا أتدري أن أحمد شوقي قد خدعنا أيضا، لأن بردا ليس إلا نهرا ضريرا. سلام من صبا بردا أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق. فعلا هو نهر ضرير. كنت أمشي في على بردا، كان معي صديقي بسام صالح مهدي، فقلت له هذا بردا؟ فمر شيخ سوري قال لي كان، بهذه الجملة المحزنة، كان فعلا هو عبارة عن يعني ساقية ناشفة. وبالقيس نزار قال قضتني بالقيس في زرقة الليل وأسمعتني من العراق مقاما عن نهر ديالة. تمام. أريت شعرا نهرا يقول كلاما. خريصان الآن نهر ديالة أيضا خيط ناحل وناشف تماما، لذلك لما تنشف الأنهار ويجف الماء تجري في 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 مخيلات الشعراء، الشعراء يصنعون أنهارهم الخاصة شكرا لهم لأنه يديمون جريان الأنهر في قصائدهم. يعني هل نشكر الجواهر لأنه خلد دجلة؟ قطعا الجواهر نشكره لأنه خلد دجلة، ويعني صار عنصر ملازم للجواهري. وشكرا للسياب لأنه خلد بويب وصنع جيكور وصنع كل هذا العالم الافتراضي. شوف عند قصيدة سلام على جاعلات النقيق على الشاطئين، يقول يعني أنا الجانبين، أنا أول من يتغزل بالضفادع بالضفادع بريد الهوى. هذا في في قصيدته الشهيرة المقصورة، المقصورة قصيدة شهيرة طبعا، والآن يفترض أن يكون جزء منها نشيد وطني. بالمناسبة أنتم طبعتم في إدارة الشؤون الثقافية مذكرات الجواهر أو يومياته، من يقول أنها له؟ لا هذا كتاب مشهور، هو احنا أعدنا طباعة هذا الكتاب اللي هي اسمه ذكرياتي بمجلدين للجواهري، وطبعا احنا على تواصل مع عائلة الجواهري في بغداد تواصل يومي، وكان هو المشروع من سنتين من سنة ونص وإعادة طباعة الأعمال الكاملة للجواهري، 6 مجلدات طلعت من وزارة الثقافة ودار الشؤون الثقافية، وقبل أسبوع عملنا المذكرات أيضا طبعناها طباعة فخمة ومجلدة تليق بالجواهري. طبعا هل تجرؤ لو كانت جواهري حيا على أن تقرأ قصيدة في حضرته؟ كان تدري كان هذا حلمي. الجواهري توفي بال97، يعني أعمارنا معقولة كانت 20، وكان حلمي أن أقف بين يدي الجواهري وأقرأ قصيدة، وحتى لو حماقة هم أسويها، بس لم يسعفنا الزمن أن نرى الجواهري. ولكنك كنت في المرابط كثير الوقوف أمام شعراء كبار، كان عبد الرزاق، كان علي ياسين. طبعا إحنا كنا معهم وتلاميذهم بالنتيجة، يعني في أمام شعراء عرب وشعراء عراقيين كبار، صار لنا يعني كنا محظوظين أن نقرأ أمامهم ونحظى بهذه الاستحسانات الجميلة التي تشبه الزيت للفوانيس. فكان زيتنا هو نسمع كلام من فلان وكلام من شاعر كبير، ويعني واحد يقول لك عافية واحد يقول لك زين، هو اللي خلينا نمشي. أسمعني شيء من هذا الديوان الذي يعاتبك. راح نقرأ لك الشمس في بغداد يعني تعني حضن أمي، قالوا رحلت فقلت كلا، بعد العراق فصار أحلى، كل الصباحات انطفت وقميص فجرك ظل كحلا، لا الشمس تعرفني هناك ولا النجوم غزلنا أهلا،
أبكي وأذكر صرخة السياب في عيني تتلى، الله يا حزن العراقي الغريب إذا أطلى. برود ومشت عليه تفاهة المدن البليدة فاستظلى، ما كان إلا نخلة عبرت حدود الشمس ليلى. الله يا هذا العراقي الذي غنى وصلى، يا ما تأرجحت الحروب على يديه وظل طفلا. نفض الأزقة من خطاه ولف ضوء الشمس حبلا، وتسلق الدنيا فما أقسى بدايته وأغلى. ستعود فجرا إلى بغداد، ما هو شعورك؟ أرد أشوف فضل ابني، هذا يوميا يراسلني ويقول لي وين وطولت. بغداد المدينة الآن أشوفها بعيون هذا الصبي الصغير ابني فضل. كانت رحلة من أغنى السفرات الشعرية، يعني ممتلئا شعرا وأصدقاء. بماذا تشعر الآن شعرا؟ أشعر الآن، يعني أذكر أحد الأصدقاء الدكتور سعد المحسن ضمت تحدث في بعض البوستات عن أن يكون الشاعر يعني صاحب فضيلة وصاحب كأنما نبي صغير، فاستفزني هذا الكلام وكتبت قصيدة له اسمها الشاعر. دلني يا بائع الوجد الطريقة، سأقرأ قسما منها. دلني يا بائع الوجد الطريقة، أنا أنهيت المواعيد وأكملت الحكايات وجهزت الحريقة. خطأ في أول الدرب وحاولت، ولكني خجول، هزمتني الأغنيات السمر وانثالت على المعنى الغوايات، فشرقت وغربت أسيرا وطليقا. لا تلمني أيها اللائم، منفي على سور البساتين، ولا بحر بكفي، ولكني قضيت العمر مرميا على الرمل غريقا. من ترى قال بأني أزرع الحكمة في النهر، ومن قال بأني ولد طهر، ومن وشوش للناس بأننا أنبياء نرث الأرض ونغريها سحابا وبروقا. نحن أبناء اللغات انكسرت فينا التفاصيل، فشظتنا كثيرا ثم لمتنا وأعطتنا مفاتيح الحكايات، فرحنا نملأ الدنيا زعيقا. من ترى قال بأننا ننشر الحكمة في الأرض، ومن قال بأننا نفرش الدرب لكي يسلكه الناس، ليحكى بعد دهر أننا قوم مصابيح، أنرنا الدرب زهادا ورتقنا الفتوقا. نحن أبناء الخطايا البيض، أغرتنا الغوايات فسافرنا إليها، ثم لم نرجع إلى البيت، ولم نبلغ نهايات الدروب الوعد، أو نسلك كما الناس الطريقة. أنا جهزت الحريقة. شكرا لك. شكرا. الآن نطفئ الحرائق ونكسر جرة الأسئلة، أو نعيد، نملأ جرة الأسئلة من جديد. أوكي. شكرا لك دكتور عارف السعدي على حضورك، شرفتنا. شكرا جزيلا، وسفر ميمون إلى بغداد. سلمت. شكرا. وإلى هنا سكن الحديث، ولم تزل الذكريات بقية وبقاء. وهذا حيدر الأنصار يحييكم، ودائما نلتقي لنرتقي، انتظرونا.